أهلا وسهلا، رحب طبعا مرة ثانية بدولة رئيس الوزراء دكتور حيدر العبادي في هذا الملتقى، ونشد على أزرة وهو قادم من الموصل باتجاه جامعة الأمريكية في سليمانية. هناك في الموصل كان مع جنوده للقتال، وهنا في الجامعة هو أيضا قتال من نوع آخر للعلم ومحاولة إيصال معلومات بشكل مختلف. دكتور العبادي طبعا استعرض بشكل واسع مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية في البلد، وقف هنا وهنا، ونحاول أيضا معه أن نقف على مفردات حتى لا نعيد نفس الكلام. في الجانب الأمني دكتور، كنت في الموصل، الموصل هناك استراتيجيات طبقت خلال المراحل الماضية، هناك انتقادات لبعض الحالات اللي حدثت وخصوصا على مستوى القصف الجوي، ونريد من حضرتك أن تعطينا كقائد عام للقوات المسلحة تقييم لهذه الاستراتيجيات، أين تحركت وأين تقف اليوم استراتيجية القتالية، وما هي الخطوة القادمة؟ نعم، شكرا جزيلا. بالنسبة إلى ذكرت القصف الجوي، طبعا منعنا في أجواء الموصل أي طائرات تملق قذائف غير دقيقة. كل الطائرات اللي تشارك بالمعركة اللي بخصوص F-16 يتعرفون قذائفها جدا دقيقة، دقيقة جدا، وتدميرها ليس كبير، يعني تدمر موقع محدد لا تتعداها إلى مواقع أخرى. والسبب إحنا لا نريد أن نسبب مزيد من الضحايا من المواطنين، نريد نقتل قدرات داعش اللي تؤدي إلى إحداث دمار في الموصل وإحداث ربما مزيد من الخسائر لقواتنا. تعرفون داعش يخزنون كثير من المتفجرات، يريدون أن يصبون عبوات ناسفة تقتل المدنيين وتقتل أيضا قواتنا. لديهم هاونات وأيضا أسلحة أخرى ترمي قذائف بشكل عشوائي يتؤدي إلى قتل المدنيين، كما يفعلون في الجانب الأيسر الآن بعد ما حررنا، يضربون قذائف من الجانب الأيمن على الجانب الأيسر، وهذا الأمر تم التحقيق. بالطبع اسمع التحقيق قبل 3 أيام، تحقيق خاطئ حول استخدام سلاح كيميائي من قبل داعش. نعم، من قبل داعش. حسب معلوماتنا وتدقيقنا، داعش لو كان بإمكان استخدام سلاح كيميائي لاستخدمه، ولكن حسب معلوماتنا ليس لهم تلك القدرة لاستخدامه. وفعلا اللي حدث هو نوع من الدخان والغاز وليس سلاحا كيميائيا، وأثره محدود جدا. الدواعش في كل معاركنا اللي خضناها سواء في الجانب الأيسر، تحرير الرمادي، تحرير فلوجة، تحرير تكريت، وأيضا تحرير بيجي اللي سببت خسائر هائلة لداعش، ليس بإمكانهم كل الأسلحة التي كان بإمكانهم استخدامها استخدموها. ولهذا الجانب الأيمن لا نتوقع فيه متفاجآت، درسنا كل التقارير الاستخبارية مواقع داعش، ولكن لأن الجانب الأيمن شوارعه ضيقة، هي مدينة قديمة، حريصين على أن لا تكون هناك ضحايا من المدنيين. القصف كان قصف نوعي جدا، سواء من الجانب التحالف الدولي أو سواء من جانبنا. لكن مع المستوى الاستراتيجي اليوم في المدينة القديمة، يقال أنه القوات العراقية لا تحاول أن تخلق معركة كبيرة في داخل المدينة القديمة في الموصل. أي معركة كبيرة يعني تؤدي إلى شيء لا نريدها، تدمير المدينة وقتل مزيد من المدنيين. ولهذا تشوف قواتنا تقوم بقتال ذكي، والآن قواتنا أصبحت تملك من الخبرة والقدرة أكثر من أي جيوش أخرى. الآن أصبحت لها قدرة تقاتل داخل المدن لجماعة إرهابية، مو جيش نظامي. قتال الجيش النظامي أسهل بكثير، لأن الجيش النظامي بإمكانك أن تتفاهم مع قيادة الجيش النظامي، بإمكانك أن تحدد مناطق التماس وتحدد ما هو هذا الجيش. أما هو جيش يقاتل في بعض الأحيان كجيش نظامي، ولكنه إرهابي رأسا يتحول فجأة إلى مدنيين وليس إلى جيش نظامي. هذا ليس سهلا، ولكن قواتنا تمكنت من تطور قدراتها لقتال جماعة إرهابية داخل المدينة وتحرر المدينة وتقتلهم بدون أن تؤدي إلى ضحايا مدنيين بعدد
كبير أو تؤدي إلى تدمير بنى تحتية في تلك المدينة. هذا اللي حققناه بالجانب الأيسر، حققناه في كل القرى والأقضية اللي حررناها في محافظة نينوى، ليس فقط المدينة، لأن أكو مناطق حول نينوى نفوسها ليس أقل من نفوس داخل مدينة نينوى نفسها، داخل مدينة المقر عفوا، هذا تم تحريرها والآن حتى الوضع الأمني فيها مستقر نسبيا. دكتور ما أريد أطول في هذا الجانب، لكن أيضا هناك كلام كثير عن موضوع النازحين، هناك انتقادات حتى من وزارة الهجرة العراقية، أعتقد الوزير موجود، لمؤسسات ومنظمات دولية أنها لم تكن مستعدة كما يجب لتحديات الساحل الأيمن. لحد الآن النازحين من الساحل الأيمن ضمن الأقل من المتوقع لحد الآن. تعرفون عندنا نازحين كان من باقي المناطق، هيئنا يعني خيم، الآن يوميا تقريبا 3000 من النازحين يعودون إلى الجانب الأيسر منذ تحريرها بالكامل لحد الآن. فكثير من الخيم اللي كانت مهيئة أصلا هي الآن أصبحت شاغرة مستعدة لاستقبال نازحين من مناطق أخرى. إحنا قدر الإمكان النازحين من الجانب الأيمن لا نريد أن نحولهم إلى الجانب الأيسر قدر الإمكان. هناك في جنوب الموصل لدينا خيم، لا زال هذه الأماكن تستوعب الكثير، لا زال، فعدنا إمكانية. ولكن تعرف النازح نازح، النازح يخرج من بيته لا يحمل كثير من متطلبات حياته الأساسية، فيه معاناة النزوح، في ظروف جوية أيضا سيئة كانت بالتأكيد تحت ظل حرب، في جو حرب، ولهذا دعوتنا إلى المواطنين للبقاء في بيوتهم لحد اللحظة. أنا دعيت المواطنين أأمل لهم وأفضل لهم أن يكون في منازلهم، سيحمون بطريقة أفضل. أكثر النازحين ليس من المناطق التي حررناها، أكثر النازحين من المناطق التي لم تحرر بعد، ربما تعرفون هذا شاهدناه في مناطق أخرى في الرمادي. داعش تحاول تضغط على المدنيين للنزوح إلى مناطق اللي سيطر عليها قواتنا حتى تسبب نوع من الإرهاب، حتى القوات المقاتلة تكون عليها عبء الاهتمام بالنازحين وليس القتال. بس احنا عندنا فرق للاهتمام بالنازحين في هذا الإطار. نعم الجهد الدولي أنا كنت أتمنى يكون أكثر من ذلك، ولكن ذكروا بصراحة أنه الساحة اللي يتحركون بها ساحة حرب ليس ساحة سلم، فيها مشكلة إنسانية في ساحة حرب تحتاجها قدرات إضافية، وهذه القدرات ربما لا تتوفر للمنظمات الإنسانية. بس الجانب العراقي يقوم برعاية كبيرة في مسألة النازحين، بل العبء الأكبر على الجانب العراقي. دكتور تشكو كثيرا من السياسيين، واليوم أيضا كان بشكل أو آخر وجهت رسائل إلى الوسط السياسي العراقي. قبل فترة تحدثت عن طعون في الظهر لحكومتك، وليس لحكومتك، للوضع السياسي العام. اليوم كثير من المحللين وأصحاب الرأي يعتقدون أن المعركة بدأت للتو، نهاية الصفحة العسكرية لا تعني أن المعركة انتهت، وأن المعركة للتو بدأت، نحتاج إلى معركة في الأوساط السياسية، ربما في كثير من الوجوه السياسية الموجودة الآن تحتاج أن تستعد وفي إحماء لمعركة نتمنى أن تكون أكثر سلما. لكن هذه الشكوى من سيادتك حول الوسط السياسي العراقي، هل تتعرض بالفعل إلى معرقلات الآن في هذه المعركة، معركة الحرب، أم تتوقع هذه المعرقلات في المرحلة المقبلة؟ وأنت سمعت في على المستوى السياسي سلسلة من التسويات أو الطروحات التسوية وطروحات المبادرات السياسية لما بعد تنظيم داعش، لم نسمع لدكتور حيدر العبادي رأي واضح في هذا المضمار، في مضمار أي جانب من التسوية يقف وكيف رؤيته لتسوية ما بعد داعش. طبعا لدينا عملية سياسية، العملية السياسية تتمثل في انتخابات برلمان على المستوى الوطني، مجالس محافظات على المستوى المحلي، تنتخب يعني ضمن النظام البرلماني في الأصل، يعني الحكومة تتشكل برلمانيا وليست تتشكل بأكثرية سياسية من انتخاب مباشر، انتخاب غير مباشر، وأيضا على مستوى مجالس المحافظات. ولهذا جزء من الصراع السياسي أساسي موجود، جزء من المعارضة السياسية، لهذا أنا أرحب بوجود معارضة سياسية حقيقية، ولكن دي يصير مو معارضة سياسية، دي يصير عرقلة لجهود الحكومة، عرقلة. يعني أنت يجب أن تضع لي الأمور في مقياس صحيح، أنا لا أريد هنا أن أقيم أشخاص، أتكلم عن صورة. أنت عندك بلد في مرحلة جدا عصيبة، تعيش في حالة حرب، كنا نريد أن نحرر الفلوجة،
حررنا الفلوجين متجهين الى الموصل وحتى ننهي هذا الملف الخطر الارهابي، وايضا في نفس الوقت عندنا ازمه ماليه. البرلمان يقرر بحكمه ان يزيل وزير الدفاع وزير الماليه ويخلي مسؤوليه هاي على رئيس الوزراء. اتصور هذه انا اين الحكمه؟ عندك مشكله وزيرتك تستطيع تاجلها. ليش في هذه المرحله وهذه الحقبه بالذات؟ انا اتصور هذا نوع من الصراع السياسي غير المقبول. عندك مشكله مع رئيس الوزراء تقدر تحسمها بطريقه اخرى. عندك مشكله مع الوزير الفلاني مع كتلته احسمها بطريقه اخرى. هاي بتصير على حساب الوطن والبلد. انه لما رئيس وزراء تكلفه يكون يدير مجلس وزراء، يدير حرب، ويصير يتحمل عبء وزاره ماليه ووزاره داخليه صارت بعدين، وزاره دفاع. اتصور وضع يعني كانه تريد للحكومه رئيس وزراء ان يفشل. زين من مصلحه شنو؟ لماذا؟ وضع البلد بهذا الاطار. انا اقول من حقك ان تبين مساوئ الحكومه. من حقك ان تحاول ان تبرز مساوئ حتى نصححها، ولهذا هذا النوع من المعارضه انا ارحب به. وبعض مشكلتهم لان فعلا ينبهوني لاخطاء. هو ربما له نيه اخرى بس يتكلم عن خلل بالدوله. انا انتبه لما خصوصا الصادق منهم، اما الغير صادق ما اتكلم عنه. الصادق يأشر على مواضع خلل اصلحها. بعض الجماعه حتى لو ليس بيني وبينهم حب يأشر على اخطاء تفيدني. انا تفيدني بصراحه، لان هاي الاخطاء تأشر لي على فساد هنا وفساد هناك. اما يصير الغايه اضعاف الحكومه في مرحله صراع، ولهذا تقول لي انت اكو معاناه مع السياسيين منذ اليوم الاول لتشكيل الحكومه. تعرف مخاض تشكيل الحكومه لم يكن سهلا. كان صعب في مرحله البلد اجزاء كبيره من المحتله من قبل الدواعش. هناك نوع من التشرذم السياسي، خلاف سياسي عميق، ولهذا الكثير قالوا لم تنجح اي حكومه. ولكن حققنا نجاحات، وهي النجاحات ترى مو فاس الحكومه حققتها. المجتمع كله حققه. انا بالطبع اشكر الشعب العراقي، كنا واضحين معه، حتى الازمه الماليه البعض كان يطلب مني لا تتحدث، حتى السيد ايضا الاخ هشام حاضر هنا، كان يقولون ليش تتحدثون للناس بالمشاكل وتخوفون الناس؟ يقولون ما نخوف الناس، ذولا ناسنا يجب ان يكونون معنا في هذه الازمه. كيف يمكن ان نقود بلد في ظل ازمه ماليه وازمه اقتصاديه وهم ما يعرفون ايش يصير؟ لما توضح له يكون معك. يكون لهذا شعبنا صبر علينا لان وضحنا له كنا صادقين، اكو ازمه ممكن نعبرها بتعاوننا، ممكن نعبرها ونطلع اقوى بصبرنا. هذا اللي نسير باتجاهه. انا اتمنى العمليه السياسيه تسير بشكل صحيح. حتى اكون واضح، انا لست مع تاجيل اي انتخابات، لا انتخابات مجالس المحافظات ولا انتخابات البرلمان. ممكن ان نقيمها في اوقاتها. افهم هناك اتجاه في مجلس النواب لتاجيل انتخابات المحافظات. أنا أتركها، هي صلاحيتهم ليس صلاحيتي، ولكن ما يتعلق بصلاحية الحكومة وواجب الحكومة قمنا بحددنا تاريخ انتخاب، نهيئ الجو لإجراء انتخابات سليمة إن شاء الله. ولهذا أتمنى أن نلتزم بجدولة الانتخابات، أن نتعاون في مسألة الانتخابات، وأتمنى أيضا في انتخاباتنا أن نعبر الفروقات الطائفية والإثنية. أتمنى أشوف كتل عابرة، كتل وطنية. ترى شعبنا يريد وطنية. شوف المظاهرات، ترى مواطنينا لا يحبون تفريق الناس على أساس كتل سنية وكتل شيعية وكتل كردية. يريدون يشوفون كتلة وطنية تراعي مصالحهم. ترى نفس المعاناة، شوف ابن السليماني لما يطلع يظاهر، ابن أربيل، ابن البصرة، شوف شعاراتهم، نفس المعاناة، نفس المطالب. يريدون إصلاح نظام السياسي، يردون محاربة فساد، اصلاح نظام اداري للدوله، توفير خدمات للمواطنين. وما نستطيع نتقدم بدون محاربه فساد وبدون اصلاح لنظامنا الاداري ونظامنا السياسي. دكتور انت تتمنى لكن الامور لا تسير بالامنيات في النهايه. هناك قرار بيدك بان تكون في كتله عابره الطوائف، هل ستذهب بهذا الاتجاه بالانتخابات المقبله؟ لحد الان لا افكر بالانتخابات لحد اللحظه. والسبب اقول لك شنو السبب. السبب علي قياده الدوله. انا افهم عندما تفكر بالانتخاب ستفكر بمصلحه لكتلويه باتجاه معين. لا اريد ان ادخل في هذا الاطار الان، بعدني ما مقرر. اكو هناك يعني تكهنات كثيره، تكهنات اكثرها غير صحيحه. لحد الان لم افكر بشكل جاد او غير جاد
بمسألة الانتخابات والدخول في كتلة انتخابية، لازلت أركز على إدارة الدولة وقيادة الدولة إن شاء الله باتجاه سليم. أكون أديت دوري لو وجهت لو خلقت أجواء سليمة لانتخابات عادلة وحرة ونزيهة. دكتور، في عام 2015 طرحت حضرتك مشروع الإصلاح السياسي، أريد نعرف برأيك شقد وصل هذا المشروع، شقد حققت من عنده؟ الإصلاح بشقين، اللي هو إصلاح نظام الدولة بشكل عام. أولا بدنا نسعى إلى أن تكون مواقع الدولة الأساسية ليست على أساس المصالحة المحاصصة، أن تكون على أساس المهنية. نعم يجب أن تكون هناك استيعاب لشرائح المجتمع بشكل عام، المجتمع بكل مكوناته وانتماءاته يجب أن يكون موجود في إدارة الدولة، ولكن يجب أن نبحث عن مهنية. أظن قطعنا أشواط في هذا، لأول مرة نخلق حتى في مجلس النواب نوع من الفهم العام أنه طيب خلنا نستعين بكل قدرات المجتمع، مو شرط المدراء العامين إلا حزبين من الكتل السياسية ولا حتى الوكلاء، يجب أن نبحث عن ناس يعني مواطنين مهنيين. أصور هذا نوع من الإصلاح. الشيء الآخر إصلاح الترهل في الدولة، كل من عمل في الدولة سواء في الإقليم أو في العراق بشكل عام يرى مدى صعوبة إنجاز عمل الدولة بسبب ترهل، يوجد ترهل في الدولة. هذا الترهل إذا لم نقضي عليه وإذا ما تحركنا إلى أمام لا يمكن أن ننجز، لا ننجز خدمات المواطنين. من ينتج خدمات المواطنين؟ من يوفر ما يريد المواطن غير الدولة؟ موظف جهاز الوظيفة للدولة؟ إذا جهاز مترهل لا يمكننا أن نتقدم خطوات. عملنا أساسي في هذا الإطار، والعمل الآخر هو محاربة الفساد. ربما أنا مقل في كلامي عن الفساد، سبب بسيط، الفساد مو شعار مو كلام، فساد عمل، والعمل يأخذ وقت. إحنا الآن نسعى ودمعنا نعمل مع منظمات متخصصة دولية طلبت خبرات دولية خاصة في محاربة الفساد، ودنا نعمل عليه، نتائج تبين بعدين. جزء اللي أصوره البعض اللي يتحرك ضدنا، بعض اللي يطلع ما هو العمل الذي نقوم به ويدري راح يجي الدور اللي ما يستطيع أن يكون هو أن يستطيع أن يفلت من الذي يعمله. وأكيد شيء بعض قد مشارك بالدولة بس ما لا يريد الدولة أن تكون قوية، يريد هو يكون أقوى من الدولة حتى يستطيع يبتز المواطنين، يستطيع يهدد. نعم ربما لا يريد هو الدولة أن تنهار، إذا تنهار هو أيضا يخسر، يريد أن يبقى جزء ويريد، لكن يبقى الدولة ضعيفة. نحن نقول الدولة نعم ما نريد تصير أقوى من المواطنين، نريد الدولة تمثل المواطن، ولكن أجهزة الدولة يجب أن تكون قوية، الشرطة يجب أن تكون قوية ونزيهة لتحقق العدالة المواطنين، القضاء يجب أن يبقى قويا ونزيها. لهذا كلامي مع جماعاتي مع القضاة يحتاج لنا أن القضاء يبدأ بهذا المسألة، القضاء أساسي. أنا حريص على حياديته وعلى قوته، وبهذا الاتجاه أتصور الإصلاح مو قرار من رئيس الوزراء، الإصلاح قرار سياسي للكتل السياسية، البرلمان اللي هو سلطة تشريعية، القضاء اللي هو سلطة قضائية، والحكومة والمجتمع كله. لازم نوصل مرحلة يصير الفاسد ما يقدر يعين بعين زوجته وما يقدر يعين بعين أولاده، أما بالعكس إذا العرف الاجتماعي بالعكس ما نستطيع أن نقطع الفساد إلا بالإصلاح الشامل للمنظومة كلها. نتمنى الحقيقة أن يكون أكو بالفعل خطوات متواصلة حول الإصلاح، لأن هذا الطريق الوحيد الممكن بالنسبة لشعبنا. احنا دكتور حيدر نشكرك شكرا جزيلا، الحقيقة أسئلة كثيرة كانت، ومن الجمهور أيضا الكثير من أساتذة وزملائنا يرغبون بسؤالك، لكن نعرف ظروفك ونعرف انشغالاتك، نشكرك شكرا جزيلا. الحقيقة قدمت استعراض شامل للوضع خصوصا على المستوى الأمني، وهذا ما يهم الناس بالوقت الحالي أكثر من غيره. كان هناك بعض الأسئلة حول العلاقة مع إقليم كردستان تحدثت عنها في كلمتك، فراح ما نسألك وما نتعبك بيها. نشكرك مرة ثانية ونتمنى لك أن تحقق نجاحات مستمرة خصوصا على مستوى إدارة الدولة في هذه المرحلة، ونتمنى أيضا أن تكون هناك مرحلة أخرى على نطاق الكتل العابرة للطوائف اللي طلبتها. أشكرك شكرا. If everyone could remain seated.